كلامه حرفا حرفا ما عنده ولا نصف دليل ابدا. يعني محمد بن هادي ما اقول طعن في طلاب الشيخ ربيع فحسب، بل طعن في الشيخ نفسه لما قال: لا يفهم من قولي ملحقون باهل الاهواء تبديع الا جاهل او صاحب هوى. والذي قال هذا تبديع الشيخ ربيع لما ذكر له ان محمد بن هادي يقول ملحقون باهل الاهواء، قال الشيخ ربيع هذا تبديع. ماذا قال محمد بن هادي بعد يومين او اكثر من كلام الشيخ ربيع؟ ماذا قال؟ كما سمعتم الآن: لا يفهم من قولي ملحقون بأهل الأهواء تبديع إلا جاهل أو صاحب هوى. أليس هذا طعنا في الشيخ ربيع؟ أيضا لما قال محمد بن هادي: ومع هذا يقولون بأننا لم نتربى على كتب شيخ الإسلام ولم نربي طلابنا على كتب شيخ الإسلام، فقطع الله لسان أولئك الكذاب. هذا أيضا الكلام بعد يومين أو أكثر من ذلك من كلام الشيخ ربيع لما قال أن محمد بن هادي لم يتربى على كتب شيخ الإسلام ولم يربي طلابه على كتب شيخ الإسلام. طيب لما يقول قطع الله لسان أولئك الكذابين، أليس هذا طعنا في الشيخ ربيع؟ يعني ما يستحي محمد بن هادي من الله سبحانه وتعالى وهو يقول هذا؟ أيضا مما قال محمد بن هادي عندما رد الشيخ ربيع أدلة محمد بن هادي، قال محمد بن هادي: سأعرض ما عندي من الأدلة على العقلاء من بني آدم. هذه كلها طعونات. أيضا قال عن الشيخ ربيع: أنا أعذره، رجل كبير في السن وضعيف في هذه الأيام لمرضه، لكنه قائم بالعلم يسأل فيجيب. يعني لا عليك منه، أنا أقول عرفات شر، يعني الشر كما قلت. الشيخ ربيع كبير في السن وضعيف، له عذره، يسأل فيجيب، يعني في أمور العلم والفقه. أليس الشيخ ربيع عالم بالطوائف والفرق وبالرجال؟ أليس هو حامل راية الجرح والتعديل بحق في هذا العصر كما ذكر الشيخ الألباني عنه؟ أيضا مما قال محمد بن هادي عن طلاب الشيخ ربيع وبطانته: من ارتمى إليهم أهلكوا ولو كان كبيرا في السن. يعني يقصد من؟ يقصد من هنا؟ الشيخ ربيع. قال: فترى آثارهم ظاهرة حتى في الكبار، حتى في الكبار، يعني أنهم يؤثرون على الشيخ. هذا معنى كلامه.